موظف في العتبة من كربلاء يزور أوراقا وينتحل صفة إعلامي حتى ينافس غيره من الإعلاميين من أجل الحصول على قطعة أرض، لكن الإعلاميين الحقيقيين في المحافظة تمكنوا من كشفه. طبعا اليوم اكو رسالة وصلت انه اكو احد العاملين بالعتبة من غير الإعلاميين، وصلنا لها الرسالة انه كان يريد يستحصل على قطعة مال الأرض، والحمد لله وشكر دزيت له انذار اصفر، انذار اصفر وصله، فهو سوى سحب المعاملة مالته، هو لا معتاز ولا بحال القطعة. هذا الصراع والسباق ويا الإعلاميين وشهداء الإعلاميين والصحفيين اللي قدموا في الشيء هذا البلد، ليش يسابقهم ما أعرف. فالحمد لله وشكر قدرنا بجهود ذاتية وتعاون بعض الأخوة أن نحصل على بعض المستمسكات بالمعاملة، وصلنا له رسالة وسحب المعاملة من عنده. طبعا صار لي سنة، أكثر من سنة، أنه أنا أتعجب أنه نقابة الصحفيين شلون الطهوية ومو إعلامي شلون قدر يقدم على قطعة أرض، بس قلت لكم الحمد لله وشكر سحبها. بقى منه؟ بقى أخوه. أحسن لهم خليه يسحب المعاملة، لأن أنا باقي متابع هذا الملف، وإذا ما سحبها راح أكشف الأوراق وعندي كل المعلومات وكل الأوراق وكل أوراق المعاملة، ماخذين الكوبي راح أنشرهن على مواقع التواصل الاجتماعي وبين للناس وللرأي العام إنه هذول أشخاص مو إعلاميين بيحاولون بطريقة أو بأخرى يستحوذون على قطع مو حقهم. وأيضا إنه رسالة أخرى إلى نقابة الصحفيين والدوائر المعنية بتوزيع قطع الأراضي، التدقيق بأسماء الإعلاميين أو الصحفيين أو أي شريحة كانت تريد تقدم على قطع. أي وليد؟ طبعا أنا صار لي 5 سنوات أقدم على قطع الأراضي بعد الوجبة الأولى، إحنا الوجبة الثانية ما مستلمين، فيجي الأخ يتابع الجهة ما أدري الدينية على الحاضر يريد يستلم، وهذا ما نسمح فيه، وراح يكشف كل الأوراق. طبعا مثل ما ذكر زميلي حيدر إنه الإثباتات عندنا، فأحسن خليه يسحب نفسه بدون فضايح وبدون يعني شوشرة.